المركز الاول تاتي ملامه من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي المنطلقه على الصداره وعلى المركز الاول. الكلاسه من الجانب الاخر او هناك هذه المتحديه في هذا الاداء المميز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من تنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الكلاسه في المركز الثالث كلاسة في المركز الثاني سيده والمركز الثالث كلاسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتابعهن هنا عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وصلت الشاهينية في المركز الرابع من هجن ند الشبه متابعة سعيد بن سالم من يتابعها وسالم بن سعيد من يتابعها على المركز هنا ايضا الرابع. وفي المركز الخامس تأتي ثروة على المركز الخامس. ثروة لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن خلفان لغويص من يتابعها هنا بهذه الانطلاقة الجميلة جبارة هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في التضمير والوصول هنا من هبايب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر هنا أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابعها في هذه الانطلاقة الجميلة. الوصول من الشاهينية من هجن ند السبع هنا أيضا في التضمير والانطلاق سالم بن سعيد والوصول هنا أيضا من اسم آخر قادم من حاف لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آلن هيان وسعيد بن مبارك لهيبي في التضمير. ولكن أرى هنا العاصفة وهجنها مع الشاهينية والشاهينية القادمات يتسللن من المركز التاسع والعاشر. هنا المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بقيادة غياث الهلال. نعود مشاهدينا الكرام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وملامة ملامة المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ملامة من هجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي من يتابعها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ثروة في المركز الثاني ثروة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر سيف بن خلفان لغويصي. هذه الانطلاقات الجميلة هو التحديات وفي هذه الانطلاقات الجميلة هنا الوصول من هبايب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وصلت الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلال يقدمها في هذا الانطلاق ما قدم النوعيات الجميلة في هذه الأمسية التراثية هنا على أرضية هذا الميدان. هناك أرى الشاهينية من هجن ند الشبه بقيادة أيضا المضمر سالم بن سعيد سيدة من الجانب الآخر سيدة هناك سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابعها عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وهنا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي أيضا من ينطلق بالتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هناك كلاسة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. نعود إلى ملامة ونعود إلى هبايب هنا في هذه الانطلاقة. هبايب من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هبايب هنا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد من ينطلق مع هبايب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني تأتي هنا الشاهينية والمركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي ورابعا الشاهينية من هجن ند الشبه. ولكن هبايب على الصدارة هبايب على المقدمة على المركز الأول تنطلق بصدارة هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هو التهنية لأحمد بن سلطان بن رشيد على فوز هبايب بالمركز الأول. تهانينا والناموس ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. المركز الثاني هنا وصلت في هذه اللحظات الشاهينية
على المركز الثاني والمركز الثامن من هجن العصر. المركز الثالث تحينية من هجن نادي كباء. المركز الرابع هناك سيد السمو الشيخ راشد بن حمدان بن رافع سعيد مكتوم. خامسا من هجن العاصفة. ونعود مشاهدينا الكرام هنا الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة لي هنا حبايب معلنة الفوز ومعلنة الناموس. قاطعة المسافة هنا في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 5 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راهب سعيد مكتوم والتهنية لأحمد بن سلطان بن رشيد. أما المركز الثاني فكانت هناك التحديات والإثارة من هجن العاصفة من الشاهينية ب6 دقائق 12 ثانية جزئين من الثانية مع غياث الهلالي. والمركز الثالث الشاهينية من هجن نادي الشباب بقيادة سالم بن سعيد. والتوقيت الزمني هنا 6 دقائق 12 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التحية متواصلة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مرة ثانية لاستكمال آخر الجولات وهي جولة الإنتاج المضافة في هذا الموسم، أيضا للتعرف على أجود ما تنتجه أيضا المحميات المتميزة من خلال الهجن العربية الأصيلة. ينطلق على بركة الله هذا الشوط، الشوط الذي يحمل الرقم 15 في مجموع أشواطنا وهو شوط خاص.